أسعد الله مساءكم بكل الخير. سجل في المملكة هذا اليوم 12 حالة مخالطين للمصاب من منطقة الخناصري. قلت ويلو الما يسمع والبتبك بقلب أصلع، ولما قعدنا وسكتنا جبتونا بحوض النعنع سايق ورا سايق برجع، والكورونا داير يخلع، ما صدقنا وخلصنا وجبتونا بحوض النعنع. 5 حالات مخالطين لسائق الشاحنة من محافظة المفرق، تسجيل 7 حالات مصابين لمخالطي وخلطة خلاليط الخلاط بيخلط مع مخالط عن خالط بجمع، وخلطة خلاليط